إن منهجنا ثابت ومتواصل في السعي نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة وإتاحة الفرص للجميع لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظام الدولة وإجراءاتها. نقول الحمد لله نحن دولة تخدم الإسلام ونخدم الحرمين الشريفين ونخدم بلادنا مواطنينا. وصل بصراحة الشعور مرة كان حلو، والشعور الأحلى أنك أنت تسوي هذا عشان خاطر المملكة. بلد تستاهل، ومهما نوفيها ما نقدر نوفيها حقها بصراحة. وأنا أتمنى كل واحد يطلع برا عشان يسافر عشان يعرف قيمة البلد اللي إحنا فيها ويعرف ليش تستاهل. تستاهل ترى أكثر من كذا. السعادة لا توصف. طبعا ما في الواحد ما يقول كلام يعبر فيه في هذه اللحظة. طبعا المجهود مشترك، وطبعا السعادة من حق الجميع، والحمد لله. وإن شاء الله نطمح تحقيق أرقام قياسية على إن شاء الله. مشاعرنا ما توصف من السعادة والفرحة. جدا نحن سعداء وفرحانين جدا، نحن والتيم والفريق الكامل اللي نزلنا. كان فرد العالم كان الحمد لله بشكل مرتب جدا، وكان حلو جدا. والحمد لله لما وصلنا طبعا لنا حد معين، بعد كده الحمد لله طلعنا
والآن نرجع مرة ثانية نلم العالم بالشكل المناسب إن شاء الله. مشاعري لا توصف، فرحان فرحان لدي الحمد لله، الحمد لله فرحة لا توصف صراحة. هذا شرف لي إني أفرد علم وطني تحت عماق البحر تحت 87 قدم، شرف لي والله فوق راسي، وهذا هدية لخادم الحرمين الشريفين ولي أحد إن شاء الله يا رب. وهي أهم ميزة بالنسبة لدى السعودية هي الطاقة الشبابية اللي فيها، والميزة الجيدة أنهم شباب واعي قوي لديه طموح رائع، مثقف، متعلم بشكل جيد، مبدع، لديه قيم عالية. باقي فقط أن نضع الرؤية ونعمل عليها. هذه البلاد بلاد الحرمين، بلاد نتشرف جميعا أن نخدمها، والحمد لله بلدنا في كل أنحاء في أمن واطمئنان ورخاء، مواطنين جميعا مجتمع على الحق الحمد لله. أسأل الله عز وجل أن يرحم من أقام هذه الدولة. وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رتبي الله أكبر يا موطني. موطني قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعالم.